خطوات علاج الصلع النسائي. ازيكم يا شباب وبنات، عاملين ايه؟ معاكم عمر من موقع فارماكوجون. وبعد ما عملت فيديو خطوات علاج الصلع الرجالي، فانا قررت النهارده ان اعمل فيديو خطوات علاج الصلع النسائي. ايه الحاجات اللي المفروض الستات تعرفها لو هي بتعاني من مرض الصلع الوراثي عشان ما تصرفش فلوس كتير على الفاضي؟ اول حاجه، الصلع لدى السيدات او الهير لوس لدى السيدات او الفيميل باترن هير لوس على حسب المسميات بتاعتها، هو مرض لعين ممكن يدمر نفسيه سيدات بنات كتيره، وخاصه لو جالهم في سن صغير، لان بالنسبه للسيدات الشعر الكثيف هو علامه من علامات الجمال، ولما يبتدي يبان فيه بولد سبوتس او اماكن فاضيه او فراغات في فروه الراس، فده ممكن حاجه ناس كتيره بتعتبرها ان هي بتقلل انوثتها، تكون مشكله كبيره جدا. ومعظم السيدات عشان هم الموضوع مدمر بالنسبه لهم، فهم اساسا ما بيستعينوش باطباء ولا بيروحوا للدكتور، لان هم مكسوفين ان هم يوروا حاجه زي دي، لان هم مقتنعين ان ده عار منهم. وفي الحقيقه مرض الصلع الوراثي او تساقط الشعر وفقدان الشعر لدى السيدات هي حاجه منتشره جدا، وما تعبش اي واحده ان هي تعاني من فقدان الشعر. طبعا عشان الكسوف ده، فهم معظم السيدات بتلجأ لجروبات البنات او بتلجأ للناس الدجالين او الماركتينج، وبيكونوا ضحيه جدا تحت الكلمات الرنانه والادعاءات الكاذبه وادعاءات الماركتينج، اللي هو يطلع لك شعرك في شهر يعالج لك تساقط الشعر، هيوقف تساقط الشعر، هيوقف الصلع الوراثي، وبيدفعوا فلوس كتيره جدا في برودكتس او منتجات ما لهاش اي ادله علميه او مش تديهم اي كلينيكال ريزلتس او نتيجه مرضيه. اول حاجه، للستات دايما بيكون في خلط ما بين حاجه اسمها التلجن فلوفيوم او التساقط الكربي والصلع الوراثي او الفيميل باترن هير لوس. التساقط الكربي ده بيكون بسبب عوامل كتيره كنت عملت عليه فيديو قبل كده، سواء من الاستريس، سواء نقص التغذيه، سواء نقص العناصر، سواء مشاكل في الغده الدرقيه، سواء استخدام بعض الادويه، سواء مشاكل هرمونيه، كل دي حاجات ممكن تسبب التساقط الكربي. والتساقط الكربي الحاجه اللي فيه ان هو مع زوال المسبب ليه، فالشعر بيرجع عينه طبيعي جدا بدون استخدام ادويه. يعني معظم البرودكتس اللي بتكون مكتوب عليها وقف التساقط، وقف التساقط، ما بتعملش اي حاجه، لان كده كده الشعر هيرجع ينمو. تيلاجين فلوفيوم يعني الشعر بيخش في مرحله التيلاجين بصوره متسارعه، فانت بتلاحظي ان في تساقط شديد للشعر، بس الشعر بيرجع تاني يخش في مرحله الانجين وبينمو طبيعي. في ستات كتيره بتشتري برودكتس من دي وتبتدي تستخدمها في الفتره اللي كده كده الشعر هيطلع، وايه ده، وتلاقي ان المنتج طلع لها شعرها، وفي الحقيقه شعرها كده كده كان هيطلع. طبعا في ستات كتيره بتشتكي ان عندها تساقط كربي، ومعظم الناس بتقول ان هو الستات بتكون معرضه اكتر، بس في الحقيقه الناس او الدراسات ما تعرفش تقول هل الستات فعلا بتعاني من التساقط الكربي اكتر من الرجاله، ولا الستات غالبا هتشتكي اكتر من التساقط الكربي لانهم بيلاحظوا شعرهم اكتر من معظم الرجاله. يعني في رجاله كتير انا بكلمها لان هو اصلا مش واعي ان هو عنده صلع وراثي، وهو اصلا حرفيا نص كثافه شعره راحت او نص كثافه شعره ضاعت، يقول لك لا ده شعري خف شويه، مع ان هو فعلا واضح عليه انه عنده صلع وراثي. فتشخيص بقى الصلع الوراثي لدى السيدات عشان نعرف هل اللي عندك ده اندروجينيك او لوبيشيا او فيميل باترن هير لوس ومش تساقط كربي، لازم الاول ان احنا نستبعد الحاجات التانيه. يعني ما ينفعش مثلا زي الرجاله اذا انت عندك نمط مشابه للصلع الوراثي، عندك في خلطك في عيلتك صلع وراثي، فانت تبتدي تستخدم ادويه على طول او للوقايه. لا، السيدات لازم الاول يمشوا بشويه خطوات عشان فعلا تحدد سبب ان شعرها خفيف او ان عندها صلع وراثي. اول حاجه، بيكون في شويه تحاليل شامله كده عاديه، زي مثلا تحليل فيتامين د، تحليل سي بي سي صوره الدم، تحليل الفيراتين، تحاليل الثايرويد او الغده الدرقيه، وبنشوف لو في اي نورماليتي او مشكله فيها، فده ممكن يكون سبب تساقط الشعر. بعد ما بنشوف التحاليل دي وبنشوف لو في مشكله وبنحلها، فاحنا برضو بنشوف هل في بي سي او اس او تكيسات موبايل، هل في مثلا مشاكل في الغده الكظريه او اي مشكله في ايد الاندروجينز، او هل في علامات تانية زي ان في زياده في الاكني او حب الشباب، هل في زياده في الشعرانيه او الهيرتزم، هل في مثلا تخنه في الصوت، هل في مشاكل مثلا في الفاجينا، او هل في مشاكل في البيريد. وكل الحاجات دي لازم الست تكون عارفاها قبل ما تبتدي تستخدم اي دواء. بعدها برضو الدكتور غالبا هياخد منك حاجات زي تاريخ العيله، هل في سرطانات في العيله، هل في سرطان ثدي، موقفك من الخصوبه، هل انت بتخططي للحمل قريب، هل انت بترضعي، هل انت هتتجوزي قريب. برضه لازم ياخد في الاعتبار السن بتاعك. طبعا الحاجات دي مهمه لان معظم الادويه اللي بيتم استخدامها لعلاج الصلع الوراثي او الصلع النسائي بتكون ممنوعه اثناء فتره الحمل، هي دي المعضله اللي بتواجه ستات كتيره وبيكون صعب الالتزام عليها، ان هي لو هي هتحمل في القريب العاجل فمعظم الادويه دي ما ينفعش ان انت تستخدمها اثناء فتره الحمل، فانت هتضطر انك تبطليها، فده ممكن يعمل انتكاسه، فالموضوع ممكن يبقى مدمر. طبعا في شويه برودكتس ممكن تستخدمها اثناء فتره الحمل بتكون سيف او اثناء فتره الرضاعه، بس غالبا معظم الستات بتعتمد على زياده الاستروجين اثناء فتره الحمل عشان تحافظ على شعرها، زي ما في ستات كتير عارفه اثناء فتره الحمل فالشعر بيكون في كثافه اعلى، وبعد فتره الحمل او بعد توصيل الطفل بيكون في تساقط عنيف او تساقط كربي بوست بارت.
بعد ما بناخد بقى كل الداتا ديت، فاحنا بنصمم خطه علاجيه، او الدكتور بتاعك هيصمم لك خطه علاجيه مناسبه لحالتك. وبيكون الركن الاساسي ليه هو المينوكسيديل، سواء 2% او 5% او حتى المينوكسيديل الفموي بصوره حديثه. طبعا اللي بيمنع ستات كتير انها تستخدم المينوكسيديل الفموي، مع انه اقوى من المينوكسيديل 5%، ان هو بيسبب حاجه اسمها هايبر ترايكوسيس او زياده الشعرانيه، يعني بيزود نمو الشعر في الجسم كله. وربع السيدات بيضطروا ان هم يوقفوا الدواء بسبب العرض الجانبي ده، لان هو بيكون غير مرغوب فيه. بس في نسبه كبيره من السيدات مش فارقه معاها ان كثافه الشعر تزداد وما عندهاش اي مشكله، هي كل اللي بتعمله ان هي بتزود تكرار الشيفنج. يعني هي مثلا لو بتعمل سويت لجسمها او بتشيل شعرها كل فتره، فهي بتزود ده مره مثلا كل شهر. وفي ستات اصلا مش مهتميه ان شعرها يزداد، يعني هي ما عندهاش مشكله ان شعرها ينمو شويه، ما عندهاش مشكله مع الموضوع ده. وبرده في شويه ابحاث بتقول ان الدواء اللي اسمه بيكالتوماي بيكون فعال لتجنب الشعرانية من استخدام المينوكسيديل الفموي، وبيسمح للسيدات اللي بتستخدمه انها تزود الجرعة بدون زيادة الشعرانية. طبعا المينوكسيديل الفموي مش مصرح، فالمصرح هو 2% و5%، وده المتعارف عليه والمستخدم بين الدكاترة. تاني ركن من اركان علاج الصلع النسائي هي مضادات الاندروجين، سواء مضادات الاندروجينز الفموية او الموضعية، مضادات الفايف الفا ريدكتيز او الفايف الفا ريدكتيز انهبيتورز، وبرضه الاورال كونتراسبتيف او حبوب منع الحمل. طبعا الهدف من الفئه دي من الادويه هو تقليل الاندروجين، سواء بصوره سيستميك او بصوره موضعيه، لتقليل عمليه تصغير البصيله ولزياده كثافه وسمك الشعر. طبعا الادويه دي برضه ممنوعه اكس تماما اثناء فتره الحمل كلها بلا استثناء، لان هي ممكن تعمل تشوهات في الاجنه. الفايف الفا ريدكتاز انهبيتور زي الفيناسترايد او الدوتاسترايد اللي كنت عملت عليهم فيديوهات في القناه، كنت عملت فيديو استخدام الفيناسترايد لدى السيدات، وعملت فيديو عن الدوتاسترايد ميزوثيرابي وممكن يفيدوا اي ست بتبحث عن استخدامهم. طبعا استخدام حاجه زي مثلا البروسكار بيعتمد على حسب سن، يعني مثلا لو هي لسه سنها صغير، يعني مثلا لو الست لسه سنها صغير فهي بتستخدم البروسكار بجرعه 1 مللي جرام زي الرجاله. لو هي بعد سن الياس او بوست مونوبوزال فهي بتستخدم جرعه 5 مللي جرام، لان جرعه 1 مللي جرام ما بتكونش فعاله ليها، فالسن بيفرق في الجرعه المستخدمه. في ستات كتيره بتلجأ للدوتاسترايد على طول لانه بيكون اعلى، بس الدوتاسترايد بيجي بعيب هنا للسيدات ان هو بيزود نسبه التستوستيرون اللي ممكن تزود الكونفرجن او تحول الاستروجين. ولبعض السيدات اللي عندها تاريخ سرطان زي مثلا سرطان الثدي هي ما بتبقاش عايزه تزود الاستروجين. طبعا مش بس الدوتاسترايد اللي بيزود التستوستيرون والاسترادايل، في برضه السبايرونولاكتون بيزود نسبه الاسترادايل، اللي ممكن في دكاتره كتير بتحذر من استخدامه، وخاصه لو التاريخ العيله عندك في سرطان بصوره كبيره جدا. طبعا هل الاستروجين بيسبب السرطان؟ لا، اكيد ما فيش حد عاقل هيقول ان الاستروجين الهرمون الانثوي هو اللي بيسبب السرطانات، لا، هي بتكون عوامل جينيه موجوده عندك اللي بتخليك عرضه لتاثير الاستروجين. احنا بس بنتوخى الحذر، يعني مش هنبقى عايزين نعالج شعرنا ونستخدم ادويه كتير ونلاقي فجاه مثلا ان احنا سرعنا السرطان اللي عندنا. طبعا ده بنسبه كبيره جدا مش هيحصل، بس انا بقول كل حاجه موجوده او حوالين الموضوع ده. يعني لو انت ست ما عندكيش في العيله بتاعتك تاريخ سرطان، لو نسبه الاستروجين بتاعك في المعدل الطبيعي، فما تقلقيش نهائي من حدوث السرطان دي، هي بتكون زي ما تقول كده من عند ربنا او جينات. في بقى بالنسبه لمضادات الاندروجين او الانتي اندروجين، في عندك سبايرونولاكتون، في عندك برضو سيبروترون اسيتيت، في عندك فلوتامايد، فلوريدل، في حتى الفاترودايل، وفي بيكالتومايد وغيرها من مضادات الاندروجين اللي ممكن يتم استخدامها لعلاج الصلع النسائي. في برضو حبوب منع الحمل، سواء الكومبايند او الاسترادايل لوحده بيتم استخدامها في بعض الحالات لعلاج الصلع النسائي. الاسترادايل بسبب خصائصه لنمو الشعر، البروجسترون بسبب خصائصه كانتي اندروجين. طبعا النتائج ميكسد، يعني انت ممكن تدي لست حبايب منع حمل تلاقي ان حصل لها شيدنج عنيف مش قادره تتحكم فيه، وفي ست تانية اثناء استخدام حبوب منع الحمل بتقول ان حصل لها زياده في نمو الشعر. ده بيرجع على حسب حالتك، هيحصل لك نمو للشعر ولا تراجع في الشعر. في برضو أدوية بيتم استخدامها لعلاج الصلع الوراثي اللي هي الأنتي دايابيتيك، زي مثلا الميتفورمين اللي عليه شوية أبحاث إن هو ممكن يؤدي إلى نمو الشعر، وخاصة للسيدات اللي بتعاني من تكيسات المبايض، وده بسبب خصائصه في تنظيم إيد الأندروجينز، لأن هو ممكن يقلل التستوستيرون وبرضه بيزود الـ SHBG أو السكس هرمون بايندنج جلوبيلين اللي بيشبك في الأندروجينز الحرة وبيقلل تأثيرها على المستقبل. فميتفورمين ممكن يتم استخدامه خاصة للسيدات اللي عندها PCOS. في برضو ادويه انتي اوكسين زي مثلا ان اس 16 او الكو انزيم كيو 10
او غيرها من مضادات الاكسده ممكن يتم استخدامها كجزء من روتين علاج الصلع النسائي. بس ما ينفعش مثلا انك تعتمد عليها لوحدهم، ما تاخديش مثلا طريقه طبيعه اللي هو انا هبقى هستخدم مضادات اكسده وهاكل كل يوم عصير سبانخ وملوخيه وتتوقع ان كده هتعالج الصلع الوراثي، لان ده wishful thinking او تفكير ايجابي زياده عن اللزوم. تالت حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها لعلاج الصلع النسائي وهي الهير ترانسبلانت او عمليه زراعه الشعر اللي مش كل السيدات بتكون مرشحه ليها، البي ار بي او البلازما، وبرده الدوتايسترويد ميزوثيرابي اللي كنت اتكلمت عليه قبل كده. طبعا في حاجات تانية زي مثلا الريجينيرا، في مثلا الستيم سيل انجكشن، في مثلا بس بيكون عيب الحاجات او الركن ده ان هو بتكون مكلفه وفي ستات كتير بتدفع عليها فلوس من غير ما تكون بتستخدم ادويه، فالنتيجه ما بتبقاش قويه او مرضيه او واو. فالحاجات دي زي ما تقولي كده بتكون الكريزه اللي فوق التورته، انما مثلا ما ينفعش ان انت تجيبي الكريزه دي وتفكري ان هي هتعمل لك اي نتيجه من غير التورته، فما تدفعيش فلوس كتير على الجلسات وانت ما بتستخدميش علاجات لان النتيجه مش هتكون مرضيه. فكك بقى من جو اللي هو اصلا خايفه من الاعراض الجانبيه، اصلا مش هلتزم. اي حاجه للموضوع ده لازم انك تستمر عليها، لازم انك تفضلي ملتزمه بيها، وبرضه لازم انك تحسبي التكلفه الماديه. يعني ما ينفعش مثلا تكوني بتصرفي 10,000 جنيه على شعر الجلسات وما بتستخدميش الادويه الاساسيه اللي الرخيصه اللي موجوده في الصيدليه. رابع حاجه ممكن السيدات تستخدمها الصلع النسائي، هي اكيد ما فيش حد هيقول لها احلقيه وبالروك العرب، يعني ممكن تستخدمي الباروكه، ممكن تستخدمي الاكستنشن، ممكن تستخدمي توبيك فايبرز، كل دول في ستات كتير بتستخدمهم، حتى الممثلات المشاهير حتى لو كثافه شعرهم عاديه فهم برضو بيستخدموه عشان يزودوا كثافه شعرهم اكتر. فدي خيارات ممكن السيدات تلجا اليها لو هي بتعاني من الفيميل باترن هيرلوس. وبرضو ما ننساش السكارف او ارتداء الحجاب. يعني في حاجه كده كانت شدت انتباهي ان في ستات بتحط السكارف عشان تداري شعرها وخلاص، حتى لو هم مش مسلمين، ودي حاجه بتكون في بلاد بره. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار او بتعاني من الصلع النسائي او انت شخص عارف واحده بتعاني من الصلع النسائي فممكن تكتب لي تحت في الكومنتات واحاول ارد على كل الاسئله. ولو حابب تشير المطابعه الالكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وبس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.